لكمات ومطارق فولاذية وكباش ومدفع. كل هذه القوة كانت بمثابة ريشة تلامس بطنه. فرانك ريتشاردز رجل ضد الألم، جندي من الحرب العالمية الأولى، كان وأصدقاءه يلاحظون امتلاكه قوة تحمل هائلة، وكأن بطنه تحتوي على أحشاء حديدية. بدأت التجارب التي سرعان ما تحولت إلى عروض يجني منها فرانك ثروة كبيرة. يصطف الناس بالطوابير لتوجيه اللكمات المتتالية والمؤثرة نحو بطنه، وفي مكان آخر يستلقي ليقفز البعض فوق بطنه أيضا وبقوة. يجتمع أصحاب العضلات ويتعاونون على ضرب معدته بالكباش الخشبية الثقيلة، يجلبون كل أنواع المطارق الثقيلة ويستهدفون بطن فرانك بشدة. ذاع صيته، فراح أبطال العالم في الملاكمة يتحدون أحشاء الفولاذ. جاك ديمبس بطل الوزن الثقيل تحداه ب75 لكمة، واحدة منها كانت تكفي ليسقط خصومه مغشيا عليهم في الحلبة، لكنه أمام هذا الرجل انسحب خائبا. أراد فرانك ريتشارد التوجه إلى مستويات أعلى، فقرر صناعة مدفع وواجه قذيفة وزنها 47 كيلوغراما على بعد 1.5 متر. كرر هذه التجربة مرات عدة، وكان يقف على قدميه بسرعة وكأن شيئا لم يكن. تجربة المدفع أدخلته التاريخ، وظلت هذه التجربة تلهم صناع السينما والكرتون لمحاكاتها وتقليدها، ومنهم مسلسل سيمبسون الشهير. صحيح أن المدفع الذي يستخدمه يعمل بتقنية القذف بالنابض وليس البارود، لكن القوة والوزن كانا كفيلين بأن تقسم القذيفة إلى نصفين من تقابل. وكما جرت العادة، انتقد الكثيرون عروض الرجل الذي لا يتألم، واعتبروها شهرة من غير موهبة وأنها رمز للغباء. في زمن فرانك ريتشاردز لم تكن هناك مواقع للتواصل الاجتماعي، وكانت هذه العروض مصدر دخل كبير له إضافة إلى الشهرة. ولم يتأثر طوال حياته، ومات بظروف طبيعية في كاليفورنيا عام 1969 عن عمر ناهز 81 سنة ودون أن يتألم.